أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الكمبيوتر. إحنا النهاردة في السيزون رقم 3 في عالم الكمبيوتر، بنتكلم على عالم الكمبيوتر بشكل مختلف في الحلقات المرة دي. إحنا مش هنتكلم بس عن الكمبيوتر، إحنا هنتكلم على الكمبيوتر وهنتكلم على التابلت وهنتكلم كمان عن الموبايل. إحنا زمان كنا جيل الكمبيوتر، دلوقتي ولادنا هم جيل التابلت وجيل الموبايل. أسهل حاجة دلوقتي هتلاقي إن كل طفل دلوقتي غالبا يا إما معاه التابلت بتاعه يا إما معاه الموبايل، بس دايما بيقعدوا على الفيسبوك أو على الواتساب. إحنا عايزين بقى نستفيد بفترة الصيف إن إحنا نعلمهم شوية برامج اللي موجودة على التابلت أو موجودة على الموبايل. هي ممكن تكون نازلة عندهم على الموبايل أو التابلت بس مش عارفين إزاي يوظفوها أو يستخدموها كويس. فإحنا حلقاتنا المرة دي بنتكلم فيها عن الموبايل وعن التابلت وعن الكمبيوتر. طيب، عايزين نعرف دلوقتي ايه الهدف من الحلقات بتاعت سيزون رقم 3. الهدف من الحلقات ان احنا عايزين نطلع جيل واعي شويه اعلاميا، واعي شويه بالبرامج الموجوده على الكمبيوتر. انا عايزه جيل يبقى يعرف ازاي ان هو يبقى مراسل صحفي. يعني ايه المراسل الصحفي؟ ممكن يبتدي ان هو يسجل بالموبايل اللي هو معاه بعض اللقاءات مع الجيران عن موضوع ما، مثلا عن ازمه الزباله اللي موجوده في الشارع، ويبتدي ان هو يعمل مونتاج للقاءات دي ويبتدي ان هو يحطها على اليوتيوب، بحيث ان هو يتعلم ان هو صغير يعرف ان هو يستخدم الموبايل في ان هو يطلع ازاي مراسل صحفي. فانا عايزه اعلمه ازاي ان هو يصور، ياخد الكادرات بتاعته، يبتدي يعمل مونتاج للقاءات اللي هو هياخدها، وبعدين يبتدي يعمل قناه على اليوتيوب ويبتدي يرفع الحاجات اللي هو بيشتغلها. السن اللي احنا بنلعب فيه اللي هو 12 سنه الى 16 سنه، اللي هو الشخص اللي هو ممكن يكون عنده اجازه صيفيه مش عارف ان هو يستغل ازاي الوقت بتاعه. ده اول هدف من برنامج عالم الكمبيوتر. الهدف الثاني يمكن اطفال اتجاه ناحيه الجرافيك ديزاين. احنا واحنا ماشيين بنلاقي اعلانات كتيره جدا، بنلاقي بوسترات كتيره جدا، عايزين نعلم الاولاد ازاي ان احنا نعرف نعمل البوسترز او البانرز دي. زائد ان احنا ممكن نكون بنحب نعمل فلايرز، بنحب نعمل كفر سي دي، بنحب نعمل كفر دي في دي هات. فالجزء الثاني ان احنا هنتكلم فيه عن موضوع الجرافيكس او برامج الجرافيكس. الجزء الثالث، لا، في بعض الاطفال ممكن تكون مهتمه اكتر بحاجه اسمها الفي اف اكس. الفي اف اكس اللي هي المؤثرات اللي موجوده في الافلام السينما، زي بالظبط نلاقي ممكن باتمان او سوبرمان بيطير، فالولد يقلده ويقول لي ازاي يا ماما الباتمان او السوبرمان ان هو يقدر ان هو ينط من غير ما يتعور. طبعا الفكره دي هي فكره كروما، اللي هو بيتصور في الاستوديو كل الخلفيه اللي وراه كروما، وبعد كده بنفرغ الكروما وبنعمل بيها المؤثرات بتاعتنا. فاحنا عايزين نعرف الاولاد ازاي الحاجات الموجوده في السينما دي ازاي بتتصور وازاي بتتمنتج. يبقى احنا بنلعب بثلاث حاجات. اول حاجه عايزين نعرف كل البرامج الموجوده على التابلت او الموبايل ازاي نوظفها ونستخدمها صح. الجزء الثاني ازاي ان احنا نبقى جرافيك ديزاينر وايه البرامج المسؤوله عن الجرافيك اللي هو برامج الجرافيكس. الجزء الثالث اللي هو جزء اللي هو بيتقال عليه فيديو جورناليزم، او بنتكلم على المراسل الصحفي. يبقى احنا دلوقتي في ثلاث حاجات ان شاء الله هيبقى في السيزون رقم 3. وعايزه اقول ان كل حلقه هتكون منفصله بذاتها، كل حلقه هتكون عن موضوع ما. يعني اللي عايز ان هو يتابعنا ممكن يتابع كل حلقه منفصله، مش لازم ان هو يتابع كل حلقات المتتابعه اللي احنا بنتكلم فيها. كل حلقه احنا بنرفع على الفيسبوك بتاعنا اللي هو السايت بتاع كمبيوتر وورلد، بنرفع ان انتوا حابين تسالوا ايه او حابين ايه اللي تعرفوه. فانا بجهز في كل حلقه موضوع منفصل، في ال 20 دقيقه او ال 25 دقيقه بتاعت كل حلقه هيكون فيها موضوع منفصل. وانا النهارده جايبه حد من الطلبه او الاطفال اللي بيتفرجوا عليا علشان برضو اعرف هما بيتكلموا ازاي او حابين ان هما يعرفوا ايه النهارده. ممكن ارحب بضيفي. اهلا وسهلا. اسمك ايه؟ محمد احمد. محمد احمد، مبسوط ان احنا هنتكلم في الموضوعات المختلفه دي؟ طبعا مبسوط جدا. اوكي، طيب ممكن اسالك اول حاجه، انت تعرف ايه هي مثلا برامج الجرافيكس او هي البرامج اللي موجوده على التابلت او ايه البرامج اللي موجوده على الموبايل؟ في برامج كتيره، يعني زي الفوتوشوب مثلا، ممكن يبقى في برامج معينه للفوتوشوب على الموبايل. تمام. في برنامج الرينتون بحيث ان انا ايه اظبط الموسيقى بحيث ان انا احطها نغمه للموبايل لما يجي يرن. في برامج كتيره يعني. تمام. طب بالنسبه للموبايل بتستعمل حاجه غير الفيسبوك والواتساب؟ بستعمل يعني انستجرام مثلا. هي يعني كل التارجت بتاعتك اللي بتلعب فيها ان انت بتلعب على موضوع الصور. صح. هي طيب احنا عايزين نتعلم النهارده شويه مجموعه افكار جديده. اول حاجه دلوقتي واحنا جايين نتكلم مع الاطفال
اساسا الاطفال حتى كمان مش عارفه اسامي البرامج، يعني ممكن يكونوا عارفين اسم فوتوشوب، لان دايما كان يقول لك ايه الصور دي كلها يا جماعه او موضوع الثوره دي كلها فوتوشوب، فهم حافظين كلمه بس فوتوشوب. فوتوشوب طبعا ده برنامج، بس حتى هم مش عارفين اسامي البرامج التانيه، فاحنا عايزين نعرفهم اسامي البرامج التانيه بحيث لما يكون حابب بعد كده ياخد كورس او يشتغل يبقى عارف ايه الفروق الاساسيه ما بين البرامج. فعشان كده احنا هنتكلم اول حاجه ان انت عارف فوتوشوب، فعايزين نعرف ايه هي البرامج التانيه. تمام. طيب بالنسبه للموبايل نفس القصه، كلنا عارفين الواتساب وعارفين الانستجرام وعارفين الفيسبوك، طيب هل نعرف اي حاجه تانية موجوده؟ لا. طب احنا جايين دلوقتي ان احنا نخرج بره نطاق السوشيال ميديا وبرضه نتعرف على بعض البرامج الاساسيه الموجوده على التابلت او الموبايل اللي ممكن تفيد الطالب بتاعنا. تعالوا كده نبص على الكمبيوتر على البرزنتيشن اللي موجوده. يبقى نرجع تاني نقول احنا النهارده مش بنتكلم بس على الكمبيوتر، احنا بنتكلم على البرامج اللي موجوده على الكمبيوتر وعلى التابلت وعلى الموبايل. نبتدي ان احنا نبص مع بعض كده، عايزين نشوف شكل الايكونز بتاعه البرامج بتاعتنا. يعني محمد بيقول ان انا اعرف ان انا عندي سوفت وير او عندي برنامج اسمه فوتوشوب. لو بصينا هو مش بس فوتوشوب، فوتوشوب انا عندي فوتوشوب وعندي انديزاين وعندي الستريتور، الثلاثة دول موجودين طبعا، بيشتغلوا على اي جهاز، يشتغلوا على ماك او يشتغلوا على بي سي، يعني متاحين على الكمبيوتر بتاعتنا. الفروق بين الثلاثة دول، الثلاثة بنستخدمهم في الاعلانات والثلاثة بنستخدمهم في الجرافيكس، بس تعرف يا محمد الفرق ما بين الستريتر وفوتوشوب وانديزاين؟ حقيقة لا. هي تعالوا بقى نتكلم بالظبط مع الولاد ايه الفرق يا جماعة ما بين الفوتوشوب والالستريتر والانديزاين. كل الولاد تقريبا عارفة ان الفوتوشوب هو برنامج لقطع الصور، برنامج فوتوشوب بما انه اسمه فوتوشوب يعني مسؤول عن تقطيع الصور بتاعتهم. هايل. طيب الستريتور بقى والانديزاين، الستريتور مسؤول ان هو يتعامل مع اللوجو. اللوجو يعني ايه؟ اللي هو الشعار، يعني انا حابة ان انا اصمم اللوجو بتاع القناة، احنا هو في قناة، اللوجو اللي انتوا بتشوفوه على القناة بنصممه على الستريتور. طيب احنا حابين نعمل فلاير، فلاير او بامفلت او كفر سيديهية برضو بنعمله على الستريتور. عايزين نرسم على السيراميك، اللي رسم على السيراميك، الطباعة على الهدوم، كل ده يا جماعة الستريتور. طيب ما في حد محمد هيقول لي طب ما انا بعرف اعمل الحاجات دي على الفوتوشوب. صح. هي يبقى ايه الفرق ما بين الفوتوشوب والالستريتور؟ نيجي للبورت المهمة جدا، ان فوتوشوب يا محمد بيعتمد على حاجة اسمها بيكسلز. بيكسلز يعني ايه؟ يعني احنا لو كبرنا او صغرنا الصورة، الصورة هتبكسل. صح. تمام. يعني انا دلوقتي لو عامل اعلان 3 سم في 3 سم، حبيت ان انا اكبره اخليه متر في متر، دلوقتي هيحصل ان هو يعمل حاجه اسمها بيكسل. بيكسل يعني ايه؟ يعني هيكون هزي، مش هنعرف نشوفه كويس. تمام. فده برنامج الفوتوشوب. اما الستريتور، الستريتور هو عباره عن حاجه اسمها فيكتور. فيكتور يعني ايه؟ كبرنا الصوره او صغرنا الصوره عمرها ما هتعمل بيكسل. تمام. فدايما الستريتور بنستعمله في حاجه اسمها لاين ارت. انا عايز ارسم على السيراميك، عايز ارسم شخصيات كرتونيه، عايز ارسم اللوجو اكبره اصغره ما يفكسلش معايا، يبقى بيستخدم الستريتور. تمام. يبقى الديزاينر هو جاي يشتغل دلوقتي، لو هو اشتغل على الفوتوشوب هو عارف ان هو لو عمل لوجو كبره او صغره هيحصل ايه يا محمد؟ بيكسل. هيبكسل. هي. لكن لو انا عملت اللوجو بتاعي كبرته او صغرته، افضل ان انا استخدمه على الستريتور. تمام. طيب يبقى ده الفرق، ان احنا ليه ان احنا بنستعمل فوتوشوب او بنستعمل الستريتور. طيب البرنامج الثالث اللي هو انديزاين، كتير جدا مش عارفين برضو انديزاين بنستعمله في ايه. الانديزاين ده هو المسؤول عن، طبعا احنا عارفين وكالات اخباريه كتير جدا، مش هقول طبعا الاسامي، الجورنال بتاعنا اللي طالع او المجلات بتاعتنا، علشان اعمل حاجه اسمها المونتاج الصحفي. يعني ايه المونتاج الصحفي؟ يعني انا عايز امنتج صفحات الجورنال او صفحات الجرايد، يعني عايز اصمم الاعمده بتاعت المجله نفسها. لو فتحنا المجله هلاقي المجله عباره عن اعمده، يا اما اربع اعمده يا اما ثلاث اعمده. لو فتحنا الجورنال هنلاقي 8 اعمده. صح. طيب لازم احدد، انا بقول انا عايزه العمود الفلاني مقاسه كام في كام، وعايزه اقول هنا هحط صوره وهنا هحط يا جماعه اعلان، يعني بحدد مساحات محدده احط فيها الصوره او الاعلان او المقاله بتاعه الشخص اللي بيشتغل في الجورنال. تمام. طيب احدد ازاي؟ ما ينفعش على الفوتوشوب، يعني الفوتوشوب مسؤول عن الصور. صور. بالتالي بستخدم برنامج اسمه ان ديزاين، عشان كده هو اسمه ان ديزاين. InDesign ده برنامج تصميم، تصميم صفحات المجلات وتصميم صفحات الجرايد. يبقى نرجع تاني، لو انا هستخدم الفوتوشوب ده بستخدمه علشان الصور. صح. لو انا حبيت ان انا استخدم الستريتور افضل ان انا استخدمه علشان اللوجوهات والشعار، عشان اكبرهم او اصغرهم عمرهم ما يفقدوا الكواليتي بتاعتنا.
تمام. تمام. لكن لو انا حبيت ان انا اصمم صفحات مجلات او جرايد بصممها على ان ديزاين. طيب محمد برضو بيقول لي طب ما انا ممكن اصمم دلوقتي صفحه المجله على الفوتوشوب، بس الفوتوشوب بيشتغل صفحه واحده بس. صح. هي لكن انا عندي ان ديزاين اقدر احدد عدد الصفحات اللي انا عايزاها. الان ديزاين بيسمح لي ان انا اعمل اعمده. الان ديزاين بيسمح لي طبعا ان كل واحد بيشتغل في جورنان ليه عمود ليه مساحه محدده هي بعدد كام سنتي في كام سنتي. طيب خلينا نقول الجورنان، مش لما بنعرض حاجتنا في الجورنان عايزين نبيع حاجه او نشتري حاجه بنتحاسب بايه؟ بنتحاسب بعدد الكلمات. صح. او نتحاسب بالمساحه، فعلشان كده بنستخدم برنامج ان ديزاين. يبقى احنا كده مع محمد فهمنا الفرق ما بين الستريتور وما بين فوتوشوب وما بين ان ديزاين. طيب محمد مش جيل الكمبيوتر، محمد جيل التابلت والموبايل. طيب هل في برامج ممكن ان انا استخدمها على الموبايل؟ تمام، نزله على التابلت وعلى الموبايل ادوب فوتوشوب اكسبرس. يبقى محمد اتعلم حاجه جديده النهارده، مش لازم بس ان الموبايل بتاعه هيستخدمه على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى الواتساب، لا ده ممكن كمان ينزل ادوب فوتوشوب اكسبرس يبتدي ان هو يعمل مونتاج للصور على الموبايل او التابلت. تمام. يبقى احنا عندنا الفوتوشوب والانديزاين والاستريتور ده على الكمبيوتر. حابب ان انت تستعمل التابلت بتاعك هتنزل ادوب فوتوشوب اكسبرس. طيب هننزله منين يا محمد؟ جوجل بلاي. هي يا اما احنا هننزل السوفت وير بتاعنا، يا اما بننزله من الابل ستور، يا اما بننزله من جوجل بلاي. يبقى احنا عارفين دلوقتي لو حد عايز البرنامج اللي هينزل على التابلت او على الموبايل هيبتدي ان هو يخش على جوجل بلاي او هيخش على الابل ستور ويبتدي يعمل داونلود للبرنامج ويبتدي ان هو يستخدم بعض الوظائف الاساسيه اللي موجوده في البرنامج بتاعنا. دي مجموعه الاسامي كان لازم تبقوا عارفينها عشان حتى وانتوا جايين تاخدوا كورسات او تدوروا عليها في الانترنت تبقوا عارفين الفروق ما بين البرامج دي. طيب محمد بيقول لي فكره تانية خالص، لا انا مش عايز اكون جرافيك ديزاينر، انا عايز اشوف حاجه تانية. بس قبل ما انتقل للموضوع اللي هو الفرق ما بين الجرافيك طبعا ديزاينر وبرامج المونتاج، تعالوا نشوف الحاجات اللي الولاد دايما بيحبوها عشان يروحوا الفوتوشوب. نبص مثلا على الصوره دي. كتير جدا واحنا بنتصور دايما بتلاقي الناس بتتصور معاك في الكادر، عادي جدا. سوري مش هينفع اقول للشخص اللي بيتصور ورايا سوري معلش انا بصور، فلو سمحت ما تطلعش في الكادر معايا. طيب يعني دلوقتي يا محمد وانا جاي اصور للاسف والبنت جايه تتصور في شخص موجود وراها. تمام. طيب الشخص الموجود وراها ده محتاج ان هو يتقص او يتشال. عشان يتقص او يتشال فاحنا بنستخدم الفوتوشوب عشان احنا نقص اشخاص مش عايزينهم يكونوا موجودين عندنا. تمام. في الحاله دي بنستخدم برنامج الفوتوشوب. حاجه تانية الولاد بيحبوا كتير جدا ان هم بيتصوروا في مكان وعايزين يعملوا طبعا ان احنا في باريس او في لندن او في اي مكان ونغير الخلفيه اللي ورانا، عادي جدا بيتصور في المكان اللي هو عايزه وبعدين يبتدي ان احنا نتعلم ازاي نغير الخلفيه اللي موجوده وراه. فاعتقد ان في حلقه هنعملها ان شاء الله على ازاي ان احنا في اشخاص موجودين عندنا نعرف ان احنا نشيلهم من الصوره، او ان انتوا بتتصوروا في اي مكان وتبتدوا ان انتوا تغيروا المكان او الخلفيه اللي وراكم. وطبعا كلكم انترستد ان انتوا تحطوها بعد كده على الفيسبوك او انستجرام. تمام. طيب ايه تاني كمان اللي ممكن نبتدي نعمله؟ تعالى يا محمد دلوقتي لو انا حابه اعمل صفحه مجله او اعمل فلاير بتاع مطعم اكل، هبتدي ان انا استعمله على فوتوشوب ولا على الاستريتور؟ الاستريتور. هي طب تعالى بقى نبص كده صفحه المجله يا محمد الافضل ان احنا نستخدمها على برنامج الفوتوشوب. تمام. عشان صفحه المجله تمام صفحه المجله دايما غالبا هنلاقيها ان هي دايما بتبقى فيها صور اشخاص، هي الغلاف اللي عندك، فهتلاقي الغلاف اللي عندك هي صوره، فنبتدي نستخدم الفوتوشوب. بعد كده مجموعه النصوص هنبتدي ان احنا نستخدم التكست العادي، لان الفوتوشوب غلاف المجله عمرنا ما هنكبره ونصغره. تمام. فيفضل ان احنا نستخدم الفوتوشوب. نفس القصه برضو الفلاير برضو هنستخدمه فوتوشوب. طيب برضو انتوا حابين كتير جدا بتلعبوا اكس بوكس، بتلعبوا بلاي ستيشن، وبتلعبوا جيمز كتيره جدا، بس وانتوا جايين تشتروا الكفر بتاع السي دي او الدي في دي، هي الكفر بتاعها حلو جدا بيعجبكم، بس انتوا عايزين تتعلموا ازاي ان احنا نصمم الكفر او الدي في دي هي دي. برضو هنعمل حلقه ان انتوا ازاي السي دي هي او الدي في دي هي دي ازاي تصمموا الكفر بتاعها. الكفر بتاعها يعني الغلاف بتاع الدي في دي او السي دي، هنعمله على الفوتوشوب ولا الاستريتور ولا الانديزاين؟ الاستريتور. لا فوتوشوب. ما هو برضو هتكون فوتوشوب. تمام. دايما هتلاقي ان اغلب الحاجات دي كلها فوتوشوب لانها معتمده على الصور. تمام. طيب. تعال نتكلم على حاجه تانية. دخلنا بقى على صفحات الجرايد وصفحات المجلات. صفحه الجرايد زي ما قلت انا لازم احدد مساحه اعمده. جميل. ولازم احدد ان ابتدي احط صور ولازم ابتدي احط اعلانات.
علشان اصمم صفحات الجرايد او المجلات ابتدي استعمل برنامج؟ InDesign هي يبقى InDesign هو المسؤول عن تصميم الصفحات الداخليه بتاعه المجلات، وهو نفسه المسؤول عن تصميم الصفحات بتاعه الجرايد. تمام. يعني لو انا اشتغلت دلوقتي في وكاله اخباريه اوكي او في اي جريده، هتلاقي ان هم بيستخدموا برنامج InDesign. تمام. تمام. في حد هو اللي بيبقى مسؤول على انه يكتب النص، تمام، وفي حد مسؤول على انه يعمل حاجه اسمها المكات. المكات ان انا عندي بيبقى ورق فرخ كبير جدا، ببتدي الصبح ببتدي اقول هنا هحط الصوره، هنا هحط الاعمده اللي انا عايزاها، تمام، وهنا هحط الاعلانات بتاعتي. طبعا كل واحد ليه عمود، ما ينفعش المقاله بتاعته تزيد عن العمود ده. تمام. لو فتحنا مثلا جورنان وات ايفر اسمه ايه، هتلاقي ان كل واحد بيشتغل في الجريده ليه عمود. هي يبقى انت لما تبعت لي المقاله بتاعتي او المقاله اللي هو بيبعتها لي لازم ما تزيدش عن العمود ده. تمام. طيب لو جت ازيد او جت اقل بنبتدي ان احنا نعمل حاجه اسمها اختصار او اختزال. هو بعت لي مثلا 3 صفحات وانا لازم اخليها تقضي في صفحتين، ببتدي ان انا وانا براجع اللغه العربيه بتاعتهم وبراجع النحو برضه ببتدي اقول له معلش احنا محتاجين ان احنا نختصر فيها شويه علشان تقضي في الاعمده دي. تمام. طيب بنعمل اعلان، برضه الاعلان بتقاس بعدد الكلمات وعدد الحروف. عايز اعمل اعلان في جورنان بيقول لي عايز الصفحه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وكل اعلان ليه سعر، والاعلان كمان بيتحاسب بالمساحه. انا بقول له انا عايز اعمل اعلان في جورنان سي الف او ب، وبقول له انا عايز مساحه الاعلان 5 سم في 5 سم، وعلى هذا الاساس بدفع حق الاعلان. تمام. ممكن تبقى 100,000، ممكن تبقى نص مليون، ممكن يكون 10,000 حسب المساحه الاعلانيه. تمام. لان احنا الجورنان بتاعتنا المساحه الاعلانيه بتتحسب على حسب المساحه. انا عايز احط في الجورنان في انهي صفحه ده مهم، في انهي مكان ده مهم، زائد في كام كلمه او المساحه كام في كام. تمام. يبقى البرنامج اللي هنستخدم فيه الصفحات المجله الداخليه او الجورنان برنامج InDesign. هايل. طيب لو جينا بصينا دلوقتي، طيب انا في مطعم وعجبني جدا المنيو بتاعه الاكل بتاعتنا، ابتدي ان انا استخدم فوتوشوب ولا InDesign؟ ده ممكن يمشي الاثنين بالظبط. انا ممكن امشي فوتوشوب صفحتين، وممكن ان انا ابتدي ان انا اعمل له InDesign. تمام. او الستريتر. لان هو دلوقتي ممكن يتقسم صفحتين، فممكن يبقى سهل ان انا اجيب صفحه على الفوتوشوب واقسمها نصين، او ان انا اعملها InDesign صفحه يمين وصفحه شمال، او اعملها الستريتر. تمام. ساعات كتير جدا الفلايرز بتاعت الاكل او بتاعت المطاعم فوتوشوب او InDesign او الستريتر، ما عنديش اي مشكله خالص. طيب نيجي نبتدي نبص، دخلنا بقى على مجموعه اللوجوهات الكتيره جدا. احنا اتفقنا طالما ان انا هبتدي اخش في مجموعه اللوجو، اللوجو يعني ايه؟ اللي هو الشعار. مفيش اي حاجه بدون لوجو. تمام. مفيش اي حاجه بدون لوجو. يعني انت دلوقتي لو بتشرب اي حاجه عليها لوجو، بتتفرج على اي قناه عليها لوجو، بتلبس اي تيشيرت عليه لوجو. هي اللي هيصمم اللوجو ده هيصممه على برنامج الستريتر. هي يبقى احنا دلوقتي الستريتر هو البرنامج اللي احنا بنصمم عليه اللوجوهات بتاعتنا او الشعار. طيب ليه مش فوتوشوب؟ علشان ما اتفقنا عشان اللوجو ده كبرناه صغرناه بالظبط ما يفقدش الكواليتي، يبقى احنا نستخدمه على الستريتر. تمام. حتى الستريتر عباره عن حاجه اسمها لاين ارت. لاين ارت يعني اسهل في الرسم. تمام. طيب الجرافيك ديزاينر بيستعمل ايه؟ بيستعمل بالظبط زي الرسام ما بيستعمل القلم. احنا عندنا جهاز اسمه حاجه اسمها واكوم. الواكوم ده اللي هو القلم، ببتدي ان ارسم على البورد. تمام. على البورد دي، واي حاجه برسمها على البورد بتطلع على الكمبيوتر بتاعي. اوكي. طيب عايز ارسم، خليني اقول بقى فاشن شو. انا بنت، اللي بتتفرج عليا بنت حلو وبتحب ان هي ترسم فساتين بنات. تمام. هترسمها على الستريتور. يبقى اللي بتحب كمان ترسم الفساتين بالبنات والستايلز وعايزه تخش الفاشن، لازم هتستعمل الستريتور. تمام. عشان تقدر ان هي ترسم الحاجه. طيب في حد بيقول لي انا مش بعرف ارسم على الكمبيوتر على طول. هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نرسم على ورق. اوكي. تمام. الورق اللي هو الكالك اللي هو الشفاف، وبعدين ابتدي ان انا اخده سكانينج، بعمله سكانر، بعدين بعد ما اخده سكان ابتدي ندخله الكمبيوتر، اقدر بقى ان انا اعدل في كل خط واعدل في كل حاجه فيه. تمام. طيب ارجع اقول تاني، الستريتر هو برنامج خطوط، فانت عشان ترسم انا ممكن ارسم على الورق الاول. طالما رسمت على الورق يبقى ده بقت رسم، مبقتش صوره بتصورها. تمام. لان يعني الصوره انا بتصور، لكن انا لما برسم فستان او برسم اللوجو مطعم سمك فبرسم سمكه، ده رسم خطوط. تمام. بعد ما ارسم الخطوط دي كتير قوي، لا لسه همسح اغمق ارفع اتخن، لا كل الحاجات دي ابتدي اعملها سكان،
واحطها على برنامج الفوتوشوب، وبعدين ابتدي ان انا استخدمها على الستريتر. طيب انا ما عنديش في البيت سكانر، اعمل ايه؟ هاخدها صورة. هاخدها صورة ازاي؟ بالموبايل. تمام. ممكن اتصرف بالموبايل. طيب هاخدها صورة بس مش بالموبايل، في عندي سوفت وير موجود على الموبايل اسمه حاجة اسمها فوتو سكانر. تمام. مش هناخدها كده صورة عادي، مش صورة واتساب، باخدها حاجة اسمها سكانر. لو دورنا بقى في الابليكيشنز اللي موجودة على التابلت او موجودة على الموبايل اللي جوه ابل ستور او جوه الجوجل او جوه بلاي ستور، اي حاجة من الحاجات دي، هدور على حاجة اسمها سكانر. يبقى من البرامج اللي موجودة اسمها سكان. يعني دلوقتي اتعلمت، بابا دلوقتي هنقول حاجة تانية في الموبايل والتابلت، بابا دلوقتي اوكي جات له فاتورة، تمام، والفاتورة دي قالك انا عايز احتفظ بالفاتورة دي عندي على الموبايل، هبتدي ان انا اصورها، يا بتاخدها صورة يا بناخدها سكانر. تمام. ايه بقى الفرق ما بين الصورة او سكانر؟ السكانر ان انا اقدر ان انا اغمقها وافتحها، فالصورة تكون اوضح او الكلام يكون اوضح. نرجع تاني كده نبص، يبقى دي كده كانت مجموعة الجرافيكس. طيب حد تاني بيقول لي لا انا مهتم بحاجة تانية خالص، انا بتفرج زي ما قلت لكم على المذيعة بتبقى موجودة قصادي، بس بحس ان الخلفية اللي وراها مش خلفية حقيقية او ان هي بتتصور في مكان مش حقيقي. طيب تعالوا نشوف، دي فكرتها عبارة عن حاجة اسمها كروما كي. كروما كي يعني دلوقتي لو اتفرجنا على الفيلم دوت اللي هو كابتن امريكا، هنلاقي دلوقتي او اي فيلم عندي موجود هلاقي ان في خلفية هنا يا جماعة موجودة لونها اخضر، او المذيعة اللي قاعدة هنا هنا بيكون الاستوديو بتاعها اخضر، دي حاجة اسمها جرين سكرين او كروما كي. فكرة الكروما ان الاستوديو بتاعي يا اما ان انا بدهن الاستوديو بتاعي باللون الاخضر، او ببتدي ان انا اركب اشد قماش لونه اخضر، ولازم طبعا القماش اللي هشده المذيعة بتاعتي وهي بتحرك ايديها يمين وشمال زي ما انا بتحرك كده فوق وتحت، مفروض ما اخرجش بره المساحة الخضراء بتاعتي. بعد كده بدخله على الكمبيوتر وبفرغ حاجة اسمها كروما او بفرغ حاجة اسمها جرين سكرين. برضو هنعمل حلقة هجيب لكم فيها قماش اخضر هنشده مع بعضينا، هنصور اي شخص موجود ونتعلم ازاي ندخله على البرامج المختلفة ونفرغ الكروما. تفريغ الكروما في كل البرامج بيسموها حاجة اسمها كي، تبقى اسمها كي، الكي في كل البرامج. طب ايه البرامج بقى اللي هتفرغ الكروما؟ نرجع بقى نشوف البرامج اللي هنستخدمها. بقدر ان انا استخدم برنامج افتر افكت. يبقى كتير جدا يقولك انا بستخدم برنامج افتر افكت. طيب ما الطالب مش فاهم او الولد مش فاهم يعني ايه افتر افكت. افتر افكت يعني بعمل مؤثرات، المؤثرات اللي انا محتاجاها ان انا افرغ الخلفية الموجودة الخضراء علشان اركب اي خلفية تانية، وده هو جمع تفريغ الكروما. بقدر ان انا استخدم برنامج الافتر افكت فيه عشان اعمل القصة دي. يبقى احنا عندنا الفوتوشوب للصور، الستريتور علشان الصورة ما تتكسلش معايا اكبر او اصغر، ان ديزاين بصممه في الصفحات المجلات والجرايد، اما يا جماعة الجرين سكرين بستعمل فيه برنامج الافتر افكت. طيب حتى يقول لي انا مش اهتمامي كده، انا كتير جدا بلاقي في المسلسلات الاقي مثلا احمد السقا مرتين، الاقي في الكبير قوي الاقي يا جماعه ثلاث مرات، الكبير قوي مثلا شخص او اثنين، ان الاقي ساعات يا جماعه مثلا في فيلم مثلا اعدام ميت الاقي واحد وواحد تاني قصادي. طيب ده اتعمل ازاي؟ حد بيقول لي ازاي ان انا اعمل اثنين، او في الشبح سي اعمل اثنين، ازاي اثنين بيكونوا قاعدين قصاد بعض او حاطين ثلاثه قصاد بعض؟ تمام. ومش كروما، ما هي انا الكروما هقدر ان انا افرغ الخلفيه اللي وراه. طيب ازاي ان انا دلوقتي انا متصوره وعايزه احط حد قصادي؟ ده بيتقال عليه حاجه اسمها كلونينج. كلونينج يعني ايه؟ برضه هنعملها مره في التصوير، ان انا مره بصور نفسي في كادر ناحيه اليمين برجع اصور نفسي في الكادر ناحيه الشمال، على شرط ان انا ما عديش طبعا الخط الوهمي. يعني انا هفترض ان انا مره انا الناحيه دي يمين مره انا الناحيه دي شمال، اوكي هحط الصورتين فوق بعض، هقص الجزء ده شويه واقص الجزء ده شويه، فباين ان انا كاني بكلم نفسي. تمام. بس ليه مساحه محدده ما ينفعش اخرج بره ايديا. يبقى ده فكره. برضو حد بيقول لي انا بشوف في التلفزيون ثلاثه احمد السقا او اثنين اي حد موجود، ازاي بيتعمل؟ برضو هنعمل حلقه بنتكلم فيها عن الكلونينج، ازاي تعملوا افكار زي كده، تقدر تصور نفسك وتقدر انت تخلي نفسك بتكلم نفسك وتقدر تخلي نفسك ثلاثه اربعه. نبتدي نتكلم برضو عن حد تاني بيقول لي لا انا ميولي ناحيه الصحافه شويه. دي حياتي في مصطلح دلوقتي بيتقال عليه حاجه اسمها الفيديو جورناليزم. الفيديو جورناليزم يعني انا بحب ان انا اصور
بحب ان انا اعمل التقارير بتاعتي، بحب ان انا احطها على اليوتيوب. دلوقتي اليوتيوب بقى مليان كتير جدا، كل واحد بيحب يصور نفسه ويحط نفسه على اليوتيوب، اي طبعا حاجه هو حاببها، اي موضوع هو حابه. طيب بس انا معيش كمبيوتر، ابتدي اعمل ايه؟ انا عندي برنامج على، احنا قلنا احنا دلوقتي الاطفال دلوقتي هما جيل التابلت والموبايل، يعني ممكن يكون ما عندوش كمبيوتر. لو عنده كمبيوتر هيستعمل طبعا برنامج ادوب بريمير او هيستعمل فاينل كات. خلينا نقول لا، احنا اطفال صغنطتين من 11 ل 15 سنه والموضوعات دي شويه كبيره علينا، ممكن نستعمل ايه؟ نزله على الموبايل او التابلت، نزله ادوب بريمير كليب. يبقى الادوب بريمير كليب، الادوب بريمير كليب هو ده البرنامج اللي اقدر اعمل عليه مونتاج. يبقى احنا اتعلمنا حاجه جديده، ان احنا ممكن برده من بلاي ستور هننزل ادوب بريمير كليب، كل الفيديوهات اللي انت بتصورها تقدر تقطعها. تمام. طيب نيجي نقفل كمان، لا طب انا عايزه تخصص اكتر، لا انا سني اكبر شويه جدا وعايزه اعمل حاجه مور بروفيشنال، يبقى انا لو عندي كمبيوتر هستعمل بريمير او هستعمل فاينل كات. نيجي بقى اخر حاجه في الحلقه بتاعتنا، لا انا بحب بقى صوتي يا جماعه، وانا عايزه اشتغل مذيع او معلق رياضي، هاي تعالى نتدرب على الصوت، وهبتدي ان انا استخدم برنامج ادوب اوديشن. لو انت حابب ان انت تكون معلق وعايز تظبط الصوت بتاعك، تبتدي ان انت تشيل اي صوت عندك او تعدل الصوت بتاعك. ولو حابب تسمع مزيكا تسمع على برنامج ساوند كلاود. حابب تعمل الراديو بتاعك على الانترنت بقى برضو اسمه ساوند كلاود. تمام. واحنا في حلقتنا كده النهارده اتكلمنا مع محمد على مجموعه البرامج المختلفه، ويا رب يكون محمد استفاد ان احنا جداً. مش الموبايل بس في واتساب وفيسبوك، لا ده في مجموعه برامج ممكن ننزلها ونستخدم فيها الموبايل بتاعنا. يبقى انت مش لازم بس كمبيوتر يا محمد، ممكن تقعد على التابلت بتاعك وتقعد على الكمبيوتر وتعمل حاجه في الاجازه الصيفيه حاجه مفيده ان شاء الله. وشكرا جدا يا محمد، وان شاء الله تكون استفدت من الحلقه بتاعتنا. شكرا. شكرا. واحنا دلوقتي قلنا ان احنا برضو لو انت حابب تكون معلق اساسا، مرن نفسك دلوقتي من انت صغير على انك ان انت تسجل الصوت بتاعك، وتتعلم ان انت تعمل المونتاج بتاع الصوت بتاعك، وترفع حاجتك كمان على الساوند كلاود او ترفعها على اليوتيوب. ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعتنا، وتقضوا الاجازه الصيفيه في مجموعه من البرامج اللي ممكن تستخدموها على التابلت او الموبايل. وشكرا.